Bon, bonjour tout le monde, mon nom c'est Angel. Bon, c'est mon nom non légalisé. Est-ce que Angel lorsqu'il est venu au Canada? Je suis un Tunisien, un Canadien. Et vous, Tunisien ou Canadien? Je suis venu au Canada avec un Tunisien. Et qu'est-ce que c'est le sud de moi? تولدت في كندا عام 1992. هبطت تونس بعد ما بابا طلق امي على خاطرها هبلت. قصة الفشل نتاعي بدات وقت اللي خممت نكون شاعر وانا جيني انفورماتيك. بالك يا توفي. بون بديت نخمم في الانفورماتيك وقت اللي كان عمري 8 سنين. كنت نشد الراديو نكسر من بعض ونخرج البيس اللي فيه حاضر كلمه في البرنامج. بون ما كانش يركو. اما خمم ديما خمم في الهاردوير نخمم في السوفت وير. عملت الباك نتاعي نجحت ب 10 معدل. مش ماجور مش من الناس التقيين. ديما 11 12 10 11 12 ميديوكر. عملت الباك نجحت ب 10 معدل. بابا غزل لي قال لي حسين قال لي فاش تخمم باش تعمل؟ قلت له نخمم باش نولي شاعر. عليه قال لي قال لي عليه تحب تعمل كيك قلت له على خاطر ما كنت ما نعمل في حياتي شاعر ما عنده ما يعمل يقعد في الدار يبعث سوس قصاير من مخه يتفسف على العباد خاطر عندي كم يعطيو 20000 على قصه بون ركز معايا بابا ياسر حبي ندخل نكمل في الانفورماتيك خدت الماك مشيت الماتر باش نقرا انفورماتيك نسكت تونس مشيت نقرا معاك وصفات سهل ياسر هي الانستيتيو الوحيدة اللي مش طالبة سكور واحد السكور نتاعي 106 الانستيتيو في تونس بلس 150 شي خدمة بون بشوية مانيبيلاسيون مع الأساتذة والخدمة نجمت نقل من ماطر نهبط لتونس في الليزي اللي هي حكي لي ما خلاش جملة في حياتي بون اون باراليل مع ليتود انفورماتيك اللي نقرا فيها سيستيم انفورماتيك لوجيسيال عملت صحبة مع جماعة مهبلة في البحر معناتها الصباح يقعدوا على ليسكي سان شراب العشية على السيجار والربط نصحوني باش نقدم في الحلمة متاعي نولي شاعر بديت نكتب في شعر كما يقولوا شعر معدلين في الأرض هكا شعر على الزطلة وإلا على الشراب حسيت رايحة في الأخر ولد أبونا واس بديت ننشر في القصائد نتاعي في جريدة الصباح تحت اسم شاب معدل حبش نحط اسمي شبت على روحي تحت الاسم هذاك جاء شخص من نهار الايامات شاف الجريدة هذيك انا كنت نبعث بالرسائل قبل ما الايميل تحكي لي الكل نبعثهم بالرسائل بريد جاء واحد قال انا هو شاب معدل وخذ الفلوس نتاعي يعني صور الحالة نتاعي غادي في الوقت هذاك كي نمشي لهم بعد مدة الزمن متى شفت لي هو أنا خذيت فلوسي وما هوش مكتوب بون حاليا أنا توا قاعد نقرا بزمني انجينيوغا اون سيستيم انفورماتيك نحاول نطور من نفسي ونخمم باش نعمل سبيدري ناطق اي نخمم باش نعمل سبيدري يتكلم باش اون توكا سبيدي يخمم في بلاصتك احنا فاتين احنا تحت الصبات تخلي الصبات يخمم فيهم من الاخر وان شاء الله نقدم الديوان نتاعي مش تحت اسم شاب معدل نقدمه تحت مجنح في الارض وانا سهل ميرسي تو موند بابو وي لا هني تصوير